مهندس بلبل، انا يعني نفسي اسالك سؤال وارجو انك ما تتضايقيش مني. لا يا حبيبتي. هل المبالغه في المكياج كانت نقطه خلاف بينك وبين يوسف شاهين؟ اولا هي ست عايقه، مارجريت دي ست عايقه، وشوفي متجوزه محمود حميده ده شكله ايه زي القمر، ومخلفه ولد بصي شكله ايه، وهي امريكيه، فلابد انها تبقى على طول واخده بالها من نفسها، يعني لابد انها تبقى واخده بالها من نفسها، مش هتبقى مدهوله. ايوه. فما كانش فيه ابدا. يعني هو كان يحب انك تعملي مكياج كتير؟ المتفق عليه. ما المتفق عليه ده احنا عملنا الاول تيست كاميرات مثلا؟ ما عملناش تيست كاميرات، ده عمل تيست في المكتب عنده وشافه على الطبيعه وقال اوكي. وقال اوكي. الشعر هو كان جايب كوافير من باريس، وجه وسرحني في البيت وصور له الصور ووريها له. أيوة. فما كانش في عندنا اي خلافات، الا يمكن لو حاجه بالعكس ده انا بديت انا ابقى يعني ابقى ملاحظه جدا ان مفيش اي حاجه تسيره، مفيش اي حاجه ابدا، يبقى كله مظبوط على يعني متظبط لدرجه الالتزام الشديد بتاعي ان 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 التواجد في 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 مكان التصوير، انا ملتزمه بطبعي. نعم. وبعدين انا موجوده مع مخرج بشتغل معاه، زي ما قلت لك مش عايزه اعمل له نوع من الاثاره، من التوتر. مش عايزه اعمل له توتر، لان عايزه اكسب منه. لو هو توتر مني وما حبنيش مش هستفيد منه. طب ليه؟ لا يعني كنت ملتزمه جدا في حته المكياج اكتر من ما تتصوري مع جو في الفيلم ده بالذات. رايك بقى نشوف يعني فريق الاخر هيقول ايه اللي نادي ليكي. طيب. في ساعه سفر. اوكي نشوف. اوكي اتفضل. بلبله كنت جميله جدا في الفيلم الاخر، وعايزه اقول لك الف 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 مبروك ليكي ولينا، ويا رب دايما نكون متوفقين على طول. سمعت عنك بقى، انت كنت اتكلمتي في برنامج قبل كده عن الغيرة، وعملتي في دور في الآخر دور مارجريت كان في غيرة شديدة جدا على الابن. فهل لو الموقف ده في الواقع يعني هتتصرفي ازاي؟ هتعمل ايه؟ معلش يمكن سؤال رخم شوية بس معلش. جميل. طبعا كنت اتمنى يكون عندي ابن زي هاني السلامه، هو ممثل جميل جدا، ممتاز الحقيقه، وله مستقبل كويس قوي قوي قوي. و هو الغيره هنا في الفيلم حسب ما هو مكتوب كانت شديده قوي، مدمرة، لان هي عايزه تمشيه على مزاجها، هي عايزه تختار له الملائمه اللي تتجوزه اللي تبقى بنت سفير، عايزه تمشيه على طريقتها هي، مش عايزه تسيب له هو يعيش. وهو بدليل انه في الحوار في الفيلم قال انها كانت بتقعدني على رجلها وانا عندي 14 سنه في الحوار بتاع الفيلم، في حوار الفيلم مكتوب كده. صحيح. فهي دي حبها بنوع مختلف، دي علاقه مش مظبوطه، مش طبيعي، يعني حب مش طبيعي، عارفه ازاي؟ حب مش طبيعي. فانا اعتقد ان انا لو انا كان عندي كنت احبه جدا وهخاف عليه جدا جدا، بس كنت هبقى موازنه المسائل، بتبقى بعقل شديد جدا. وبعدين دلوقتي الابن بقى زي الصديق في الجيل اللي احنا فيه ده. يعني انا حتى اللي عندهم 12 سنه بصاحبهم، بتكلم معاهم وببقى متصاحبه معاهم، ولازم لهم حريه الراي ويقولوا رايهم. طب اسمحي لي اقطعك في حته واقول، هل كان مكتوب في السيناريو في التفاصيل العلاقه بين الام وبين الولد انه في هناك يعني علاقه شاذه بين الام وبين الابن، هو او مشاعر شاذه شويه؟ نقدر هو كان ملحوظ، او لما جو كان بيشرح لي ان لابد يكون في الاحساس ده، لان لما وصل هو من السفر وهي طلعت تستقبله، انت لو تشوفي البوسه كانت هنا، وبعدين طريقه حطتها ايدها على شعره وكده وبتاع، يعني تحسسك بالاحساس ان هي مش طبيعيه، يعني هي علاقتها مع ابنها فيها شيء
من طبيعي. تغير عليه قوي، تحبه زياده عن اللزوم، شذوذ يعني، حاجه مش طبيعيه. ولو ان ده انا رحت وسالت بره فقالوا لي ان لما الام بتتمسك قوي بيبقى في يعني حسب ما هو كاتبه هو متصوره لازم تكون هي كده، لازم تكون كده العلاقه بينهم كده.